مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، أولى حلقات الأسبوع من رأي عام. للأسف الشديد كنا نتمنى أن نبدأ الأسبوع بداية مختلفة، بداية بها احتفالات في العالمين في أبو سمبل، لكن الإرهاب الغاشم أبى إلا أن يجعله أسبوعا حزينا ويوم جمعة أسود عاشته مصر أمس. عاشته مصر بعد انضمام 17 شهيدا جديدا إلى قائمة شهدائها من ضحايا طيور الظلام. عملية خسيسة في عمق الصحراء الغربية على بعد نحو 135 كيلومتر من القاهرة الكبرى. مئات الإرهابيين يهاجمون مأموريتين للشرطة من مديرية أمن الجيزة ومديرية أمن الفيوم، كانوا في طريقهم إلى بؤرة لتطهيرها من العناصر التكفيرية المتطرفة. حلقة اليوم دفتر عزاء مفتوح في شهداء الوطن، وأيضا وقفة مع النفس، محاولة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الإرهاب، خاصة التجربة الروسية في حرب الشيشان التي انتهت بتحقيق نصر لموسكو لم يكن سهلا. لكن اليوم عادت الشيشان إلى التراب الروسي وأصبحت العاصمة غروزني التي تدمرت في حربين قاسيتين لا تختلف عن باقي المدن الروسية. هنتكلم أيضا عن التجربة الإسبانية الحاسمة والحازمة في مواجهة حركة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك، وانتهت برفع المنظمة الراية البيضاء أمام سلطان وشرعية الدولة. هنتكلم أيضا عن التجربة البريطانية في مواجهة الجيش الجمهوري متمردي الجيش الجمهوري في أيرلندا. هل يمكن أن تستفيد مصر من هذه التجارب في مكافحة أمراء الدم وحملة لواء القتل والتدمير؟ هل يمكن تطبيق نفس طرق المواجهة إذا لم تكن تجربة مواجهة الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي صالحة الآن في ظل تطور الإرهاب ودعمه ماليا ولوجستيا وإعلاميا من بعض الدول؟ هذه الأسئلة سنناقشها في فقرتين منفصلتين بعد فقرة الأخبار. الآن إلى أبرز العناوين.